ما يذكره من يسمون بأهل الإعجاز العلمي في القرآن من أن أكل الرطب مناسب للحامل ومن تضع حملها أخذا من الآية وهزي إليك بجذع النخلة، هل هذا أخذ صحيح؟ لا، هذا ما هو بإعجاز. الله خلق التمر هكذا، الله خلق التمر هكذا، من فوائده أنه تستفيد منه النفس التي وضعت حملها. نعم، هذه صفة للتمر. نعم.